السلام عليكم تحياتي للقوت، ما بلغتكم في هذا المنزل هذا اللي تشوفوا معنا كيف دوزنا الديكورات السامبل. الدخله ديال المنزل اولا الواجهه هي هذه، بسم الله على بركه الله ندخلوا نكتشفوا شنو دوزنا هنا. اول حاجه بالنسبه للتخيله الاخوان عملنا هذه السميطه، هذه الترانكيه دايزه في حاشيه فيها النيو اولا الليد، ومنا يعني شدينا بلافو. هذا السينيفا مد القلب باش سينيفا خفيفه، عملنا له هذه السينيفا هذه مع الحاشيه ديال الدروج، ما بغاش يبلافو كلشي يعني بغا السيني. فهاد الحاشيه هادي يكون فيها الليد، هنا شي طوبس غلفناهم وغلفنا كلشي. ديك السيني فطلعنا منها من راس تنقع الاخوان، والدخيله زباب كنعملو لهم بلافو، الحاشيه الترانكيه والليد وشد السقوف. هذا هي الحاشيه اللي كنخدموها الاخوان، كاينه فيها شويه ديال الترابيز، والدار فيها جوج طبقات الاخوان. بالنسبه للباسيو او الكولوار او السيجور مشى بهذه الطريقه، عملنا النيو كيدرا في الجناب، خلينا واحد 9 سنتيم. هنا كاين واحد الفندو غلفناه وعملنا بلا، خلينا الصاله والكولوار مفروقه غير بالجوانكرو في نفس الوقت ميزان واحد. هذا الصالون عملنا فيه الليد مدور على ثلاثه ديال المراحل، الليد كيشوفنا الليد، وكذلك واحد السمطه في الوسط. هنا كاين غير الجوانكرو في الجناب، ماشي الليد هذا كيجوانكرو. بالنسبه للبيوس جوج بيوس بحال فحال، كنعملوا واحد الترانكيه الجوانكرو وكذلك الليد وشوت سقوف. هادو بالنسبه للبيوس، البيوس كاملين مشاو بهذه الطريقه هذه الاخوان. راكم كتشوفوا فينيسيون كيفاش عامل، وكتعملوا وكتشوفوا معنا حاجه كيفاش متلوقه. بزاف ديال الاخوان كيبقاو يصيفطوا لي في الواتساب مؤخرا، واحد السيد مصيفط لي فيديو الدار ديالو، خدم له شي قباص داكشي كامل تشقلو وطرطقلو، ها هو كيقول لي شنو النظر ديالك في هادشي. اول حاجه الصراحه انا ما يمكنليش نعطي بديك الطريقه هذه، انا كنستسمح لان انسان كيصيفط لك فيديو انا ما كنعرفش شنو الخلفيه، انت واش بقيتيك في الاول كتفتشقي على الحاجه رخيصه باش طحتي في ديك السياد. ولهذا دائما الاخوان كنقول لكم الانسان اللي بغى يخدم يفتش على المعلم اللي يعمل له الحاجه مزيانه، باش في الاخر ما يبقاش يفتش ما ارخص ثمن، يفتش على ثمن مناسب يعني ضروري، ولكن يفتش على الانسان اللي كيعرف عليه خدمه مزيانه. ولهذا حنا كنبارطاجيو هاد الفيديوهات باش كتشوفوا الخدمه معنا وكتشوفوا، لان ديك الفيديوهات الاخوان اللي صيفط لي هاد السيد داكشي كامل طرطق، يعني ديك الترطيق ماشي عادي، فهمتي الاخوان؟ ديك الترطيق بزاف، كاين هذاك الشاق التشعيرات كيكون بعد الساعات كيوقعوا. حنا الحمد لله نتوما كتشوفوا الخدمه ديالنا، يعني خدمه فينيه ما كاين لا تشعيرات لا والو، ولكن كاين بعض الاخوان كيعملوا الواجب ديالهم وفي الاخر كيتشعر واحد شويه اولا كيوقع واحد التشعيرات، هذيك كيكون. اما ديك الترطيق اللي صيفطي ديك خانه يعني الترطيق كبيره وداك الشيء هود شويه، ديك كتجبر الخدمه كتكون ناقصه الاخوان. كاين الفرق بين الشق والشق، ديك الساعه ان شاء الله نعملوا شي فيديو نشرح لكم هذه المساله. هذه بالنسبه للكوزينه الاخوان، لان كاين الشق اللي كيكون المصدر ديالو من القبص، القبص كيكون باقي سخون اولا باقي مجهد، واخا هي تعطي في الصح بعد ساعات كيعمل بحال اللي كيكون كيتنفس وكيمطي بعد ساعات كامله وبعد ساعات لا. وكاين هذاك الشق اللي كيكون ناتج على الخدمه ناقصه، يعني كيكون مبالغ وكيتبومبا وكيهود وكيكون الشقه مشا طويله، هذاك اللي كيكون خطر الاخوان. هانتوما كتشوفوا معنا الاخوان بالنسبه للمنزل، جوج طبقات مشاو فحال فحال، وهذا كما كتلاحظوا ميسالينا الطابله السكينه ديالنا والامور ناضيه الحمد لله واللهم بارك. السكينه ديالنا هي مساليه، اللوح ستفناه، الطوز ديالنا هادو كانوا في الكراج غلفناهم الاخوان على حسب اللي بغا مو الدار، وهذا الشيء ما كان الاخوان. اللهم بارك اللهم يسر.